مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبمقطع كوميدي دافعت المؤثرة نهلة تيفي في أول ظهور لها على تراثها الجزائري، وهذا بعد أن استفز المؤثر غيث مروان الجزائريون بنشره صور معنونا احتفال مغربي. رابيسوني الباب، خليني أنا نفتح بخيط الروح الجزائري. مرحبا بك، نفتح لك الباب بخيط الروح الجزائري. تعافي لونتا ميمي عريش، كنت حابة نبان في ظروف أحسن، ما كاش أحسن من خيط الروح الجزائري. مانيش لابسه القفطان الجزائري، سمحوا لي هذا وين نوت منهم، مي جي بري اون ديسيجن بلي كورتا نولي نلبس القفطان الجزائري، خيط الروح الجزائري، ناكل الكسكس الجزائري، نموت على الجزائر العزيزه الحبيبه، وعلى التقاليد تاع الجزائر، وعلى الثقافه الكبيره المتنوعه اللي عندها الجزائر. ما شاء الله الجزائر، واو جادور لالجيري، ونموت على خيط الروح الجزائري والقفطان الجزائري. اعيد واكرر يا يما، لازم نعاودو الكره، وقيلا اليونسكو ما يعرفوش يا اخي كي نكتبو في منظمه اليونسكو ندخلو لجوجل خيط الروح خاطش الاصول تاعو الجزائري القفطان لا ميم شوز. سؤال بسيط لي جوجل يعطي لك الاجابه الطويله والعريضه، جزائري الخط العريض. فوالا لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.